كانت الشمس ملتهبة هذا الصيف. عندما تسخن الشمس المياه تبدأ بالتبخر وترتفع نحو السماء. هذه العملية تسمى عملية التبخر. حسنا، لقد أيقنت الآن لماذا تفرغ ضلاء القرية من الماء. الماء يتبخر، ولكن أين يذهب هذا البخار؟ سؤال جيد سيدي. بعد تحول الماء إلى بخار يتصاعد هذا البخار نحو السماء. السماء باردة، متى وصل البخار إليها تتكثف لتتحول إلى قطرات صغيرة تتجمع بعضها إلى بعض لتصبح غيمة. هل تعني أن جميع الغيوم تتألف من قطرات مياه صغيرة مجتمعة مع بعضها؟ تماما، هذه العملية تسمى عملية التكاثف. وما يحدث بعد ذلك؟ كيف نسترجع المياه؟ عندما تتكون الغيوم تصبح قطرات الماء أكبر وأثقل، وتصبح الغيوم بدورها أكبر، لا تستطيع أن تحمل قطرات ماء إضافية فتبدأ بالتساقط على الأرض. إنه المطر، من هناك تأتي الأمطار؟ نعم، إن المطر هو فعليا قطرات الماء التي تتساقط من الغيمة. هذه العملية تسمى عملية هطول الأمطار. عندما تهطل الأمطار تتساقط على الأرض وتتجمع. هل تستطيع تعداد أماكن تجمع المياه؟ أماكن في تجمعات للمياه. الينابيع والبحيرات والأنهار وأخيرا البحر. هذا صحيح سيدي، هذه العملية تسمى عملية تجمع الماء. هذه هي العملية الأخيرة في دورة المياه. دعني أستعيد جميع مراحل دورة المياه. التبخر، عندما تضرب الشمس الملتهبة المياه وتبخره ليتصاعد نحو السماء. التكاثف، يأتي في المرحلة الثانية في السماء، وبسبب البرودة يتحول البخار إلى قطرات ماء وتتجمع لتشكل غيمة. هطول الأمطار، تكبر القطرات لتصبح أثقل وتصبح مطرا يتساقط على الأرض. وأخيرا تجمع المياه، تتجمع المياه في البحر والأنهار والينابيع والبحيرات، وهذه الدورة تتكرر مرة بعد مرة. التبخر ثم التكاثف ثم هطول الأمطار وأخيرا تجمع المياه. الآن فهمت ما هي دورة المياه.